على ميس الحديد. مساء الخير، الفرصة الأخيرة لحكومة شرف، نحن في انتظار البيان الثاني للدكتور عصام شرف بعد جمعة القصاص. كان البيان الأول أول امبارح ولم يكن مرضيا على الإطلاق للثائرين والمتظاهرين في شتى أنحاء الجمهورية. الآن الدكتور عصام شرف بعد اجتماعات مكثفة مع ممثلي شباب الثورة والائتلافات وكل الجماعات السياسية متوقع أن يصدر بيانا هنقوله لكم على الهواء مباشرة في حال ورودي إلينا. متوقع أن هذا البيان يعلن فيه تعديلا وزاريا يشمل معظم أو كل الوزراء القدامى. ليه بقول معظم؟ لأن الدكتور عصام شرف نفسه بينتمي إلى وزارة قديمة وبينتمي إلى كان موجودا في الحزب الوطني، لكن واضح أن الدكتور عصام شرف باقي. والتعديل الوزاري الذي بما أن هو اللي هيعلن عن التعديل الوزاري، إذن هو تعديل وزاري وليس تغيير وزاري. مصر كانت مقبلة أو ما زالت مقبلة الحقيقة على شفا عصيان مدني تام. هنقوم بجولة بعد قليل بين محافظاتنا بينما نحن في انتظار كلمة دكتور عصام شرف. في تصعيد من الميدان، من ميدان التحرير، ما زال المعتصمون موجودين في الميدان. الصورة معانا دلوقتي في الميدان، وبعد قليل هيكون معانا زميلنا الأستاذ مظهر شاهين لنا الصورة كاملة. لسه ميدان التحرير ممتلئ، مكتظ بالناس، الشباب معترضين على ما قاله عصام شرف وشايفين انها انصاف حلول وانها لم تقدم جديد، وان كتير شبهوه بانه نفس طريقه النظام السابق في تقديم الحلول بالقطاره للمجتمع وللثائرين. في تهديدات بالتصعيد بمسيرات، بدأت مسيرات بالفعل من بولاء إلى التحرير، 13 حزب تقريبا وائتلاف مشاركين فيها. غدا في تهديد بتصعيد بمظاهرات تصل إلى مجلس الوزراء، مظاهرات من عدد من المناطق في مصر ومسيرات من عدد مناطق في القاهرة إلى ميدان التحرير. في تصعيد مختلف عليه الحقيقة بين الفئات بقطع كوبري 6 أكتوبر، وما زال الكلام عن قطع المترو برغم ان في اختلاف بين الشباب على فكرة قطع خط المترو. النهاردة رجع مجمع التحرير للعمل تاني، يمكن مش بكل القوة والطاقة التي كان بها، ولكن رجع العمل تدريجيا في مجمع التحرير. السويس ما تزال مشتعلة، في تأمين قوي جدا لقناة السويس ومكتب الإرشاد هناك، طبعا إرشاد القناة يعني مكتب الإرشاد في الموجود في منطقة القنال. أيضا في الأسكندرية الوضع مشتعل، أيضا في مدينة الأسكندرية حيث منذ قليل مستشار الخضيري ألقى بكلمة وسط المتظاهرين دعاهم للاستمرار في الاعتصام. والتصعيد الجديد هو أن سكرتير حي غرب الأسكندرية منذ دقائق أعلن إضراب موظفي حي غرب الأسكندرية انضماما إلى المتظاهرين والمعتصمين. طريق الكورنيش بيفتح قليلا ويقفل قليلا، الحياة شبه متوقفة، أوتوبيسات السياحة ما بتعديش. الوضع في الإسكندرية يمكن الأكثر تعقيدا الحقيقة، برغم أن الإخوان المسلمين لم يشاركوا في هذه الإضرابات أو في هذه التظاهرات وقطع الطريق. هل زميلنا مظهر شاهين سمعنا دلوقتي؟